يقول: إذا كان المصلي يطيل في صلاته ويقرأ سورا طويلة في قيامه ويجتهد في الدعاء في سجوده، فماذا يقول في ركوعه إذا كان يطيل فيه وفي الجلسة ما عدا الأذكار المأثورة؟ يأتي بالتسبيح، تسبيح الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، الواجب مرة واحدة، وإن زاد إلى ثلاث إلى سبع إلى عشر هذا أفضل، كل ما زاد تسبيح الركوع والسجود فهو أفضل، ويدعو معه بما تيسر، يدعو معه بما تيسر وما يحضره من الأدعية، وخصوصا في السجود يجتهد بالدعاء في السجود، لأنه مظنة الإجابة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعو بما يحضره من الأدعية سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من الأدعية التي لا تخالف الكتاب والسنة. نعم.